نحن الآن في مطار إسطنبول، المغادرة إلى قونيا إن شاء الله مع الخطوط الجوية التركية تركيش إيرلاينز. تحياتي. Notre voyage continue. Aujourd'hui, inchallah, on va quitter vers Konya, une autre ville turque qu'on va visiter pendant 5 jours pour voir Konya et les environs. Konya, c'est une ville historique qui a beaucoup d'histoire et qui a beaucoup de poids économique aussi en Turquie. Il y a un تقل اقتصادي كبير لان فيها مصانع كثيره. ان شاء الله هاد الخمس ايام خليكم معنا، غادي نوريكم فين وصلنا وشنو درنا ومنين دزنا. تحياتي. احنا دابا في البوردين مع الصديق ديالنا حسن، هذا صاحبي 20 سنه ما شفته، واحنا تلاقينا مره ثانيه. مليون مرحبا بخويا هشام والعائله ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله ماشي لقونيا، بغيت غير نوري لكم. فريمون ايروبور خدموه، مطار جميل جدا. الناس هادو خدموا ايزون بيان ترافاي، برافو عليهم. حنا غادي نبورديو انا والاستاذ نزار. اجي جي شوفو، فين يشوفوك اصاحبي انت راك؟ يلا سير 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 جري. غادي ان شاء الله مع تركيش ايرلاينز. هي مدة ديال ساعتين إلى مدينة قونيا، خليكم معنا. تحياتي. خليلو يلا، بغا هو الجهة ديال السرجم. حنا غلطنا، كان عليه يديرو تشيكن أمس من الدار من البيت، كيف ما درنا لما كنا جايين درنا تشيكن من بولين كومبليت. شوفوا كان فاضيين قونيا دابا غادي ندخلو للوطيل. انا دابا مع لي زامي ديالنا غادي ان شاء الله وصلنا لقونيا وغادي لمنطقه اخرى. دابا كنتغداو في واحد ريستورون سميتو كيكيكلي، هذا جاي في وسط الطريق. معنا السيد وائل والسيد احمد ابراهيم ومعنا الاستاذ حسن.
ونحن في تركيا على مشارف مدينة قونيا. على مشارف مدينة قونيا. يلا تحية. دابا راه حنا في ريستورون ديال كيكيكلي وصلنا لقونيا ومعانا الاخ قلنا دابا كنتغداو غدا تركي. شنو هذه؟ هذا الكيكيك. هذا الكيكيك اوكي. هذا عندنا هنا كفته، هذه ضلوع نتاع غنم، هذا عسل اجباري. هذا اجباري في الاكل التركي. هذه شنو هذه؟ لبن. لبن. هاي جبنه. جبنه. وهذا احنا اللي نقولوا له الزعلوك. زعلوك. طبعا زائد الخبز. طبعا الخبز صنع محلي. يعملوه هنا ويجيبوا لك اياه فورا. والماكله كلها بيو. 100% بيو ناتشورال. تحياتي. دابا حنا غاديين لواحد المدينه سميتها بيشهير في قونيا. واحد الملاحظه اللي قالوا لي عليها الدراري هو ان على طول الطريق كتلقاهم كل ما لقاو شيعين كيصوبوا عليها واحد، كيبنيو عليها واحد البني وكيديروا حداها واحد الدويره صغيره وكيديروا حداها جامع. هذا بالنسبه للناس اللي باش ترتاح، يعني كتزيد كل واحد شويه كتلقى وحده، كل شويه كتلقى جامع وعين، كتزيد شويه كتلقى جامع وعين. باش مره اخرى الا كنا جايين انا وخويا حسن، حسن كان صار لنا مشكل في الطريق نوقفوا نشربوا الميه نصلوا ونكملوا نكملوا الطريق. هذه بحيره بيشهير، ثاني اكبر بحيره في تركيا. دابا احنا في بيشهير، منطقه جميله جدا، منطقه ما هو يعني منطقه مدينه ريفيه ومتحضره في نفس الوقت، هي اللي في اغلب المصانع نتاع حاجات كثيره، الاسلحه ديال الصيد والى غير ذلك.